لا شفت العنوان وصورة المقطع صح، فعلياً سيارتي يا جماعة. معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة مختلفة وغريبة. نفس ما تشوفون هاي الفكرة اللي يسلمكم اني ابى احاول اعيش حياة المشاهير لمدة 24 ساعة او 24 ساعة، يعني يوم كامل اللي ما اكون صاحي. وهاللون اليوم انا بعيش حياة الاغنياء، اغنياء اغنياء، مو اللي عندهم فلسفتين، لا لا الاغنياء اغنياء. بجرب كل شيء المشاهير عندهم اياه، سيارات، اكل، مطاعم، ما اعرف شنو يسوون بعد. بس وايد سولفت، الحين لازم اروح الحجرة، لان بعد تصوير هالحلقة لازم مباشرة اروح اجهز شنطتي حق الساعة. بعد ما نطلع من مخبأ باتمان اللي انا ساكن فيه، انا بصراحة يعانى وابي اكل لان الساعة 1 الظهر. ففكرت قلت اوكي المشاهير وين يروحون ياكلون؟ اتوقع مباشرة بتقولي يروحون اماكن غالية ويدفعون مبالغ على الاكل. لا 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 لا، غلطان غلطان. الله يسلمك، المشاهير يدورون الاماكن اللي فيها افضل فيو، افضل منظر تطالع وانت تاكل. هاللون ذي على كيفي، يعني انا على كيفي قاعد اقرر. بس احس هاللون يعني ما يبون، مو مهم كم يدفعون، مهم المكان يكون منظره حلو واكله حلو ذي. فرحت في جوجل ودورت وطلع لي مكان من احلى الاماكن الموجوده هنا في لوس انجلوس من ناحيه الفيو، من ناحيه التقييم، من ناحيه السعر. فطلبت لي اوبر والمفروض يوصل بعد شوي، واروح مباشره حق المطعم ونجرب المطعم، نبتدي مباشره بالغداء. وصلت الفندق اللي فيه المطعم، ومن الحين اوريدي في سيارات رهيبة عجيبة اللي موجودة في كل مكان، واضح انه وايد ناس اغنية هني. هاي سيارة تفوز، هاي سيارة تفوز. المكلارن لونها رهيب. المهم نروح المطعم، المطعم المفروض داخل دخلنا في الفندق، والمفروض المطعم في الطابق اللي فوق. فهاي هو الفيو في المكان يا جماعة، شوفوا الفيو، شوفوا الفيو، شوفوا الفيو. واو رهيب رهيب رهيب. وشوفوا طاولتي هني. طبعا وصلت المكان، المكان رهيب، صاير على السطح وعندك المسبح ورا وعندك الفيو الرهيب والجبال وكل هالاشياء. قلت لهم يلا ابي اغلى شيء عندكم في المنيو، فلان طلبت الستيك وبيطول شويه، بقولي شيء كذي بس من الشيف نفسه هديه، اللي هو الفلات بريد. تعرفون حركات اغنيه وكذي، ونوعا ما صار كانه خبز وعليه بهارات واعشاب بس. كأنه خبز وزعتر، والله خبز وزعتر يا جماعة. أوكي حلو، يعني وراي ستيك يا جماعة، ما بكثر منه. الشيء الثاني اللي طلبته بعد هو تشاركول ليمونيد، واللي هو ليمونيد بالفحم، عصير ليمون بالفحم. هنجرب. أوكي هو عصير ليمون بس في نكهة، نكهة شيء غريب هاللون. غيرت طاولتي، رحت حق طاولة فيها الفيو أحلى بعد، ووصل للسيك، واضح من شكله إن هاي سيك الأغنياء. عارف اللي تدفع أكثر بس تحصل أقل، بس يا رب يكون طعمه قوي. يعني الحين بجرب للسيك وخلنا نشوف هل يسوي هاي المبلغ اللي بقطع فيه ولا لا. أول شيء أجرب الذرة اللي يمه، فيها نكهة يعني مختلفة، حلوة حلوة، ونكهة ثوم بصل مرة شيء، بس شيء حلو. خلينا نجرب الستيك وردي نقطع قطع. هاي هي قطعة الستيك نفس ما تشوفون، خلينا نجرب الحين. هو شوفه هو حلو بس مو الأفضل الصراحة، يعني حتى في البحرين جربت أحلى. خلينا أجرب أكثر، خلينا أجرب أكثر. نوعا ما صاير شكله احلى من طعمه، يعني طعمه حلو بس ما ادري، ما قنعني ما قنعني، ما اعرف ما اعرف، يمكن هاي مو افضل شيء عندهم. بس انه اوكي العصير حلو، العصير حلو. وصل البل، والحين بفتح البل وبشوف كم صار. بتوقع انه صار 50 60 دولار شيء كذي، ما اتوقع اكثر، لان ما طلبت شيء تقريبا. طلبت وجبه رئيسيه عصير وماي وبس، ما طلبت اي مقبلات، ما طلبت اي شيء احلي فيه. خلينا نشوف.
$70.8 هاي بدون التيب وبدون اي شيء ثاني. عاده في المطاعم الراقيه هني يدفعون 20% اضافه كبخشيش هلون حق اللي جاب لك الاكل وذي. وصح صار $70 ومع البخشيش يصير 84 وتقريبا $85. بس تعرفون يعني المشاهير والاغنياء ما عندهم سالفه ادفع لك وترجع لي الباقي وغيره، لا لا بس يسوون كذي طلع $100 وحطها. اخ قلبي قاعد يعورني وانا اسوي هالحركه يا جماعه. تستاهلون $100 حق خرجه. اخ خلي المبلغ وقلبنا يعورنا ونسوي كذي. يلا مع السلامه يا الفيو الرهيب. كليت المطعم شبعت الحمد لله، بس وانا طالع من الفندق تذكرت ان الحين لازم اطلب اوبر مره ثانيه واروح حق المكان الثاني و و و وتشوف كل من عنده سيارته هني وهالفه. ما يصير اكون من المشاهير واطلب لي اوبر وانطر الاوبر وغيره، لا لا لازم يكون عندي سيارتي وسيارتي الغاليه بعد مو اي سياره. المكان اللي رحت له الله يسلمكم هو مكان تأجير سيارات نفس ما تشوفون، ومو أي سيارات، سيارات عادلة عادلة، يعني عندنا لامبوز، عندنا فراريز، عندنا غيرهم السيارات. بس طبعا على كل الإغراءات والسيارات الموجودة لا زالت الحب الوحيدة موجودة BMW، بس مو أي BMW، لا اخترت BMW معينة متناسب إلي هني واللي هي وراي هني i8. خلي رأيكم خلي رأيكم السيارة بس. شوفوا شوفوا يا جماعة شوفوا يا جماعة. يا جماعة حق الوناسة، بس الباب الثاني حق الوناسة. سيارة ونجربها ونسوقها. نازلة السيارة نازلة تحت، تحس روحك تغرق مرة واحدة. كل باب شلون؟ طبعا عشان تقعد وياي ورا لازم تروح حق ريلك اللون تقصها وتقعد بدون ريل. وين الناس يقعدون يا جماعه؟ انا تركت المكلارن واللامبوز وغيرهم من السيارات عشان هالسياره. ليش؟ السبب هو ان هاي السياره هايبرد، يعني شنو؟ يعني تستعمل كهرباء وتستعمل بترول، فابى اجرب سياره سبورت رياضيه فخمه كذي وفي نفس الوقت تكون كهربائيه. صح سياره كهربائيه بس في نفس الوقت تستعمل بترول، عشان اراويكم هالشيء. خليها سبورت مود. اسمع الصوت اسمع الصوت. لازم اسوق بالعدال بدون سبورت مود. خلاص خلينا نجرب شيء ترى ما في كاميرات هنا. اسمع الصوت الصوت بس. خلاص خلاص كنت وايد متخرع في البداية، الحين لازم اصير المشهور ذي اللي ما يفتكر هذا. ما اقدر. اوكي سكت شوي للمكان الثاني وشوي عصفوا علي وايد الناس لان سويت اشياء غبيه ما اعرف قوانينهم يا اخي. يشوفون في اشاره حمراء اذا يسار عادي تطوف، اذا في اشاره قف لازم توقف حتى لو ما في ولا سياره. شنو قوانينكم انتم؟ ما اعرف قوانينهم غبيه زين يا جماعه. بس بعد وناس السواقه هني بالنسبه لي شيء احب اسويه في كل بلده اروح الناس. حاليا سكت في 7 بلدان مختلفه مو متاكد، بس انه خاطري هلون يعني جزء منه اروح البلده اشوف سواقتها وقوانين الشارع فيها وهالاشياء. وحين نسوي كذي بعد ما سقنا السيارة وجربناها وجربناها عدل، راح اسوي شيء ثاني يسوونه المشاهير عادة، واللي هم انه يتسوقون بطريقتهم. يعني شنو بطريقتهم؟ يعني يتسوقون بدون ما يشوفون السعر لانه ما يهمهم السعر صراحة، أي شيء يعجبهم يشترونه. فالحين انا في داون تاون سانتا مونيكا والمكان صاير فيه محلات يمين ويسار، كل مكان محلات حرفيا، بروح بفتر وأي شيء يعجبني باخذه بدون ما أشوف السعر، بس يا رب يا رب بعدين لما أشوف المسجات توصلني من البطاقة ما انصدم بس، يا رب. بروحه هو جس لان في تيشرت اتوقع كان ببالي شايفه بس ما عرفت سعره.
التيشيرت وايد عجبني. ثم شوف سعره باخذه ويا رب ما يكون غالي. اوكي فعارف ان التيشيرت غريب مو الستايل البس عاده بس عاجبني الصراحه. يمكن حتى الحين ما يبين عدل بس عاجبني يا جماعه وما بشوف سعره بس باخذه. كبرت ان ابي هاي التيشيرت بدون ما اقول السعر. You want to tell me the price right? No. Just a card. Yeah. شوف. وحيد هي بتهتم بكل شيء ما بتقول السعر الله يسر. اوكي اول محل خلصنا منه ناس ما تشوفون بدون ما اعرف السعر. I'm gonna lay down all those high capacity magazines down by the riverside down by the riverside down by the riverside. محل البداية هو فوت لوكر وحين بدخل بشوف عن زمان خاطر جوتي الصراحة. نشوف شنو عندهم نشوف شنو عندهم يا رب ما ندفع وايد. جوته حلوة شكلي بارفع شكلي بارفع. عجبني هاي الجوتي وما بشوف سعرها بس بعطيها وبقول لها بري سايزي. لا والله يا جماعة عجبني عجبني باخذه ويا رب ما يكون غالي يا رب ما يكون غالي صراحة. هاي عجبني بعد رهيب 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 باخذه. زين هالتيشيرت بعد عجبني فاتوقع خلاص هاي اخر شيء باخذه من المحل لان ختمت المحل وانا بس اعطيهم البطاقة وادفع بدون ما اعرف المبلغ. لا عجبني 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 توقع بيصير ثالث جوتي باخذه وبودي وياي عندي مكان في الشنطة اصلا. لا تعال اوكي لقيت تيشيرت ثاني عجبني وبس تأكدت من سايزه ما تأكدت من سعره. You have the total? Yes. اوه سالفه انك عرفت كم وانا ما اعرف بالعمال يا جماعه قاعد تفتح عشان تخليه وما تشوفه. Thank you so much. Have a good night. You too. اوكي ناس ما تشوفون شريت وايد اشياء ومو قادر اشيلهم بروحي وعاده المشاهير الاغنياء يكون عندهم شخص يشيل عنهم فبالتالي لا مسخت. انا واحد من مشاهير هوليوود الاغنياء المتواضعين اللي يشيل كل شيء بروحه ما يحتاج مساعدين يوم بادي جارد. كنا قاعد يسكون المحلات لا المهم فيلا نرجع حق سياراتنا ونروح حق وجبه العشاء. وجبه العشاء المشاهير يدورون لهم مكان راقي هاللون فاخر كذي عند مكان في بالي. طبعا يعني المشاهير الاغنياء مستحيل يفركون لازم احد يفرك لهم. وصلنا المطعم عندنا اول وجبه اللي كنا ما أعرف شو ترجمته الصراحة بس التقديم واو 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 واو. في نفس الوقت طلعت لي عصير يح عصير بطيخ ما أعرف شو يسمونه ووتر ميلون. المهم جرب الحين حلو 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 مع أن أنا ما أكل قباقب عادة بس عجبني الصراحة. عصير يح ما في شيء مختلف عصير يح. طبعا عقب الاكل كل هالاشياء برجع البيت مره ثانيه وبراويكم الاشياء اللي شريتها وانا بكتشف وياكم اسعارها. قرب وايد لان الحين العشاء يمكن يكلفني بس في نفس الوقت بحسب اليوم كامل كم صرفنا عشان اعرف يوم من حياه مشاهير هوليوود كم يكلف. اما الحين بكمل باكل الكراب كيك لان الصراحه قوي 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 يا جماعه. اوكي فالوجبه الرئيسيه وصلت واللي هي نوع من انواع السمك الصراحه ما ركز ويا ماك اند تشيز المعكرونه مع الجبن خليط غريب الصراحه وانا ما اعرف اذا تعرفون هالشيء عني او لا. ما احب السمك او الاشياء البحريه غالبا ما عدا الربيان يعني بس لان المطعم يستعمل الكحول وهالاشياء في اللحوم وهالاشياء عنده فبالتالي ما قدرت اطلب شيء ثاني غير ذي فخلنا نجرب الحين. هاي هي اللقمه نفس ما تشوفون الحين نجرب غريب الطعم. أول مرة أجرب شيء عندهم في بهارات بجرب مرة ثانية لا عجبني السمك واو كأنه دياي. أنا ما أحب السمك عادة بس واو لحد الحين كل شيء في المطعم عجبني تقريبا. لا الحمد لله بصراحة هاي من أفضل الأشياء اللي جربتها يمكن طول السفرة جدا جدا قوي اللي أكلته. بس الحين نروح حق الشيء اللي بيزعلني البيل. أوكي أقل من الغداء الصراحة أقل من الغداء وأحلى من الغداء $64 أوكي اوكي ما عندي مشكله. قسم بالله هاي يمكن اكسل بالي باركينج شفته حياتي. شوفوا الباب وين هاي الباب هني اوكي اعطيته سيارتي واعطيته المفتاح توقعت لانه ما في باركات ما قاعد اشوف باركات. هو ايش سوى؟ بعد اخذت سيارتي من هني كذي شفته يمشيها قلت اوكي راح يفركنها مشي 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 وقف هني.
والله يستهبل. المشكلة الأكبر إنه لما أعطيت البطاقة حق السيارة، إنه عادة يعني تعطي البطاقة يروح يجيب سيارة من صدقه. مش اللي هناك راح يجيبها. لا مو من صدقه. يعني أنا ما أقدر من هني أمشي للسيارة هناك. لا ما أقدر. دفعت $12 بس عشان هالشيء. والله اسطوري اسطوري. يا ربي يا ربي يا ربي. يعني انا دفعت $12 عشان تسوي لي كذي؟ لا والله اسطوري هالبلي. يستهبل والله يستهبل. يلا وصلت وصلت. ثانك يو هاف ا جود نايت. اوكي يا جماعه رجعنا عندنا الكالكوليتر. الحين بنفتح وبنشوف تيسه تيسه شنو فيها. اول شيء اخذته اللي هو الفانيله من قص التيشيرت اللي هي هذه. اتوقع شيء في $70-$80 غالي ساعة تيشيرتاتهم. اوه $49 بس نايس. يعني اتوقع لو كنت رايح لو شفت ان هاي السعر مباشرة باخذه ما بتردد. الحمد لله هاي اول شيء كان صفقة. بعدها حق المحل الثاني واللي هو فوت لوكر وخذيت هاي التيشيرت اول شيء. على الشعار وبيكون يا طويل العمر $30. اوه والله زين. روح حق الجواتي اللي اتوقع هم اللي بيكلفون اكثر شيء. الجواتي عزكم الله هم اللي فيهم سعر خصوصا اذا كانوا شركات وغيره. اول جوتي من شركة فيلا. صراحة ما اعرف اسعارهم هالشركة. هو هاي الجوتي. والسعر اتوقع مكتوب برا. اوه $75. لا والله سعر الصراحة زين. اهر لحد الحين كل شيء قاعد اقول زين 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 بس انه لا اسعارهم يعني معقولة. حق الجوت اللي بعده واللي هو نايك اير فورس 1 فاتوقع هاي بيكون مكلف اكثر من ذاك. عجبني كنت ابي جوتي اسود من فترة وهاي عجبني الصراحة. سعره يا طويل العمر $100. اوكي $100 هاي اغلى شيء اخذناه لحد الحين. يسوى اي يسوى $100 بالنسبة لي يسوى. يعني احب الجواتي هذه عزكم الله فبالنسبة لي يمكن يسوى. البعض يقول انه اوه غالي بزيادة ما يسوى. روح حق اخر شيئين قدرت اخذهم قبل لا يسكون المحلات واللي هو هاي التيشيرت بعد ماركة تشامبيون $35. وبعدها الجوتي الثاني اللي اخذته واللي هو هاي النايك نفس ما تشوفون. سعر الجوتي $150. اوكي هاي اغلى واحد فيهم. يعني هو اغلى بس اتوقع مقارنة باسعار البحرين زينة اسعارهم مرة. يعني يمكن قاعد اسلك حق روحي قاعد اقول هالكلام. لحد الحين احس الاسعار مقبوله نوعا ما. خل احسب كم صار كامل. يا جماعه الخير مبلغ يوم واحد من حياه مشاهير هوليوود الاغنياء هو $1375 في يوم واحد بس على حياتهم دي البايخه فلوسي. المهم يا جماعة قبل لا انهي المقطع بس على هالمبالغ اللي صرفتها اتمنى بس زر اللايك والاشتراك. في نفس الوقت ابغى اوضح شيء. ترى فكرة المقطع مو انه اوه تشوفوني انا ادفع فلوس اوه هلا. لا 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 فكرة المقطع انه ابغى اجرب اعيش هاي الحياة وفي نفس الوقت اشاركها معاكم. فاتمنى الناس عجبتكم الحلقة. اذا تبون تشوفون مقاطع اكثر من هالنوع تقدرون تضغطون هني. واذا تبون تشوفون الحلقة اللي فاتت تقدرون تضغطون هني. ونشوفكم في حلقة ثانية.